هاي التظاهرة ذكرى سنوية لبداية ثورة تشرين، وهنا إن شاء الله إحنا جايين كلنا سلميين. إحنا رسالة هدفنا واحد ومطالبنا واحدة صار سنة، إنه إحنا نريد كشفة قتلة المتظاهرين، نريد يحررون على أولادنا وإخواننا المعتقلين اللي صار لهم سنة أو أقل من سنة. إحنا نريد مو بس حكومة كلام، نريد أفعال وليس أقوال. نص البرلمانيين اللي هسه هم مرشحين على الانتخابات إحنا أصلاً ما رايديهم وما طايقيهم، لان صار 18 سنه نفسهم نفس الوجوه ما تتبدل، ما عدا وجوه شباب جديده، وهاي الشباب يعتاز لها عناصر خبره وعلى راسي. اما احنا بالنسبه لنا ثلاث ارباع الشباب العراقيين الغيورين والشرفاء، اذا هو شريف ما اقول لك لا ينتخب، ينتخب بس ينتخب بعقلانيه. انا من احد اللي جرحى المتظاهرين اللي تعرضت للخطف والتعذيب والدخانية بزمن عادل عبد المهدي، عندي كسر بالفقرة 12 من وراء التعذيب الخطف، واليوم جيت أوصل صوتي وأوصل شرعيتي بأنه إحنا رافضين هذول اللي صعدوا على شلوفنا على ثوار تشرين، فإحنا تشرين باقين وإن شاء الله إحنا نريد العدل يحكم ميزانه. إحنا رسالتنا مطلعنا بيوم 11 لحد هذا اليوم، هي رسالتنا أنه تغيير نظام لا اكثر ولا اقل. حتى الانتخابات المبكره احنا ضد، لان الانتخابات المبكره ما تجيب لنا اي نتيجه. مقاطعين بالانتخابات، لان الانتخابات مو نزيهه، فلذلك احنا راح نكون مقاطعين.